انا شايفاها انها تجربه مختلفه جدا، ودي اول تعاون مع احمد في السينما، ويا رب يعجب الناس يا رب. هو في دي شرف كتير قوي، والناس هتتفاجئ بناس تانية على فكره جوه الفيلم، في اتنين ما بنوش هيبانوا جوه الفيلم، ويا رب يعجب يعني الناس. لا خالص والله، اختياراتي كويسه. بس الاغنيه حلوه قوي يعني، مبروك لاحمد سعد بصراحه. يعني هم تقريبا كلهم هم اللي فكروا فيها يعني، مش حد معين. وعايزه اقول لاحمد سعد مبروك. احمد ابو هاب كان التجربه الثانيه، هي دي كانت اول تجربه لاحمد عبد الوهاب، هو عشان هو اتصور من بدري ما نزلش، بس اللي نزل بعديه على طول بعد الشر، فلا دي اول تجربه ليه، وعايزه اقول ان هو شاطر، وهتشوفه ده في الفيلم ان شاء الله. يا رب يعني افاجئهم ويحبوا الدور. وانا حبيت قوي طيبه، هي اسمها طيبه البنت، وهي الاكس بتاعته، هو اسمه مستر اكس، هي الاكس بتاعته، فيا رب يعني يعجبهم. انا دي وفيلم كوميدي يناسب كل العيله، ما فيش حاجه ممكن تضايق حد خالص، الاطفال والكبار، ويا رب يعني الناس تستمتع بيه يعني، هو مختلف. بصي انا جاي النهارده اتكلم في الفيلم بس، يعني مش عايزه اتكلم في حاجات تانيه.